السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. أتمنى يلقاكم الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. فيديو اليوم غادي نقدم معكم طريقة تحضير المايونيز، طريقة باش كنحضروا أنا في المنزل، سهلة جدا وسريعة وكتحضر في رمشة العين، يعني تقدروا تحضروا في آخر لحظة. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تفهموا التفاصيل وطريقة التحضير. كما كتشوفوا غادي ندوزوا مباشرة المقادير وطريقة التحضير. هنا عندنا بيضة كاملة كما كتشوفوا، غادي نضيفوا عليها واحد شوية ديال الملح حسب الملح حسب الذوق، كيبقى اختياري. وغادي نضيفوا عليها ملعقتين ديال الخل، ملعقتين كبيرتين. غادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، بالنسبه للابزار كيبقى اختياري اللي ما بغاهش يستغنى عليه. وغادي نضيف واحد الكاس كبير ديال 200 مليلتر ديال الزيت، زيت نباتيه. اللي بغى يدير الزيت زيت زيتون يقدر يديره وصافي. وغادي ندوزو مباشره هنايا نمزجو العناصر. كما كتشوفوا راه من اول ملي كنبداو نخلطوا راه كيبدا يتقال معانا الخليط، كيبدا يعقد كما كتشوفوا بسرعه كيوجد. اللي بغى يضاعف يزيد شويه ديال الزيت باش يجي ما يجيش خاطر بزاف، تقدروا تزيدوا دير واحد 220 هكاك مليلتر ديال الزيت. كنضيفوا الثوم، واحد الراس ديال الثوم، اللي ما كيبغيش الثوم ما يضيفوش صافي. وكنستمروا في المزج ديال الخليط. كما كتشوفوا هو بالزربه ولا ثقيل، شوفوا راه ما كينزل ما حتى شي حاجه، كيجي بحال ديال المحلات. طريقه سهله جدا وموضحه في الفيديو، نتمنى البنات تبقاو تعتمدوها. كما كتشوفوا هنا غادي نوريكم، كما كتشوفوا راه هو صافي، راه جاهز للاستعمال. ما كاملاش دقيقه البنات، تقدروا تحضروه في اخر لحظه كما كتشوفوا. وبصحتكم وراحتكم، نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، ويلقاكم الفيديو ان شاء الله ديالي في احسن الاحوال. اللي مازال ما مشتركش معايا مرحبا بكم في الفيديو ديالي، واللي مشتركين ما تنساونيش في اللايك وفي التعليقات ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال المايونيز. أيوة البنات، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وبصحتكم وراحتكم، وبسلام عليكم. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم.